كلام. اه طبعا احنا بنتكلم عن مباراه كويسه ومباراه حلوه وكل حاجه، وثلاث نقاط قربت وضغطت على نادي الزمالك، ولكن في نفس الوقت انت لسه قدامك 13 مباراه. مشوار طويل، 13 مباراه مع المنافسين كمان، مع المنافسين بتوعك كمان. اه لا انا بتكلم على النادي الاهلي بقى. انا مش كلاعيبه، وهو هنا المفروض يعني الناس او اللاعبين يبقوا ملتزمين بشخصيه النادي الاهلي بالظبط، اللي هي بدات النهارده توضح وبشده، خصوصا اللي في الهدف اللي في الدقيقه 90. ليه؟ التزام بشخصيه الاهلي ده، اللي هو انا ما بتفرقش معانا كسبت، اللي يخسر يخسر واللي يتعادل يتعادل واللي يكسب ماليش علاقه، انا بلعب دوري اخلص فيه الثلاث ماتشات، 13 ماتش على قد ما اقدر، تلعب على 39 نقطه. هو ده التفكير اللي المفروض يلتزم بيه جهاز فني ولاعيبه النادي الاهلي. الحاله الجميله كمان